عاجل جدا، الجيش السوداني ينشر قواته استعدادا لتأديب إثيوبيا، وعاجل مفاجأة، الرئيس السيسي يستقبل رئيس الكونغرس اليهودي العالمي، وعاجل مصر تحرج إثيوبيا وأبي أحمد بقرار حاسم، وبيان عاجل من الجيش الأمريكي لمصر، ننشر لحضراتكم التفاصيل، وتحرك عاجل في مصر بعد نشر فيديو طفل يقود قطارا، وعاجل ننشر لحضرتك آخر كلمات ضابط مصري خائن بعد تسهيله عملية اغتيال صديقه. كل عام وأنتم بألف خير، رمضان كريم عليكم بإذن الله، وصلوا على الحبيب محمد. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار، واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل 2000 لايك على هذا الفيديو. قبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني وبيحب بلده يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر، وانتوا قدها وطنيين. تعالوا نبدأ بتفاصيل أول خبر معانا، وعاجل مفاجأة، الرئيس السيسي يستقبل رئيس الكونغرس اليهودي العالمي. أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي إن الرئيس السيسي ناقش عملية السلام في الشرق الأوسط مع رئيس الكونغرس اليهودي العالمي. وقال راضي: استقبل الرئيس السيسي رونالد لاودر رئيس الكونغرس اليهودي العالمي، وذلك بحضور الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية. وصرح راضي بأن اللقاء تناول استعراض بعض الموضوعات في إطار العلاقات المصرية الأمريكية، وكذلك عملية السلام في الشرق الأوسط، وعدد من القضايا التي تتعلق بمكافحة الفكر المتطرف. المصدر معانا كان من RT، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. لو حضرتك جيت لجزء ده من الفيديو، ياريت ما تنساش تدعمنا باللايك والاشتراك في القناة، ويلا ندخل على الخبر التالي. ننتقل لخبر آخر في منتهى الأهمية معانا، وعاجل جدا، الجيش السوداني ينشر قواته على الحدود استعدادا لتأديب إثيوبيا. الجيش السوداني أعلن تصميمه على استرداد كافة أراضي السودان بحسب حدود عام 1902 مع إثيوبيا. والجيش السوداني أشار إلى مقدرته على حماية المناطق المحررة بسبب التصعيد العسكري الأخير. وكالة سونا، وهي وكالة سودانية، قالت إن قائد القوات البرية وقائد متقدم القضارف الفريق ركن عصام محمد حسن كرار أكد بعد إحاطة قدمها لعضو مجلس السيادة رئيس الجبهة الثورية الهادي إدريس الذي زار المدينة الحدودية مع إثيوبيا، مقدرة الجيش السوداني على حماية كل شبر من الأراضي التي تم تحريرها وانتشار الجيش داخل حدوده لتأمين المناطق الزراعية. وشدد وقال على استمرار انتشار قوات الجيش السوداني لاسترداد كافة الأراضي السودانية المعلومة حسب حدود 1902، وتعهد قرار بحماية الأراضي السودانية الزراعية الخصبة والتي ستدفع بزيادة الإنتاج والإنتاجية ورفع الاقتصاد الكلي للسودان وتحقيق الطفرة الاقتصادية الكبرى وفق وكالة سونا السودانية. كما أكد على عدم الاعتداء على الغير وعبور الحدود، وأشار في الوقت ذاته إلى نشر القوات المسلحة داخل الأراضي السودانية لحماية تراب الوطن وتأمين الأراضي للمزارعين السودانيين لزراعتها هذا العام ضد إثيوبيا. بدوره شدد إدريس على وقوف حكومة الفترة الانتقالية خلف القوات المسلحة وتقديم الدعم والسند لها وهي تقود معركة الكرامة والانتشار داخل الحدود باعتباره حقا مشروعا لقوات المسلحة. منذ أشهر، زي ما حضراتكم وزي ما نقلنا ليكم قبل كده، ان تشهد الحدود السودانية الإثيوبية توترا عسكريا كبيرا بعد إعلان السودان نهاية 2020 السيطرة على أراضي قالت إنها تتبع السودان في منطقة حدودية مع إثيوبيا، بينما تتهم إثيوبيا الجيش السوداني بالاستيلاء على معسكرات داخل أراضي إثيوبيا وهو ما تنفيه السودان. إذن يعني السودان الآن بقلب قوي جدا تقوم بعملية تحرير الأراضي السودانية التي قامت إثيوبيا باحتلالها أو بعثت مرتزقة لاحتلال أراضي سودانية، وكانت طبعا مدعومة من الجيش
الإثيوبي. هذا الأمر لم تسمح به السودان، لأن نحن حاليا في يعني مشكلة كبيرة، وهي مشكلة سد النهضة، فيجب اتخاذ خطوات يعني عسكرية واضحة يعني تمهيدا ليعني المشكلة الكبيرة، وهي مشكلة سد النهضة. في خطط بتقوم على أرض الواقع، احنا يعني كناس بسيطة ما نقدرش يعني نعرف ايه اللي بيحصل على أرض الواقع لحل قضية سد النهضة. اعتقد يعني ان حضرتك وصلت لك المعلومة انا قصدي ايه، يعني احنا بس نثق في القيادة السياسية في مصر انها لن تسمح بتعطيش المصريين، ولن تسمح بوقوع اي ضرر على السودان، ومصر والسودان ايد واحدة، وهذا الامر يعني ما فيش شك فيه، وكلنا شفنا التدريبات المصرية السودانية نصور النيل 1 و2، فيعني الامر واضح جدا. وتحيا مصر والسودان، ويعني ربنا يبعد اي حد يفرقنا عن بعض ان شاء الله. واترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. عاجل مصر تحرج اثيوبيا وابي احمد بقرار حاسم. مصر فضلت توري رؤساء الدول الإفريقية مؤامرات إثيوبيا بشأن ملف سد النهضة قبل أن تتخذ مصر قرارا حاسم لهذه الأزمة. وزير الخارجية المصري سامح شكري سلم رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس السنغالي، أعلن ذلك السفير أحمد حافظ المتحدث باسم وزارة الخارجية على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر. كان وزير الخارجية قد وصل في الوقت السابق أمس إلى دكار ضمن جولته الإفريقية الحالية التي تتضمن عدد من الدول الإفريقية الشقيقة، حاملا رسائل من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رؤساء وقادة هذه الدول حول تطورات ملف سد النهضة والموقف المصري في هذا الشأن. يعني نعلم جيدا ان وزير الخارجية سامح شكري ربنا يكون في عونه، لان هو يعني تقريبا كل يوم في بلد افريقي مختلف، وكما ذكرنا من قبل هو تقريبا دي ثالث بلد افريقية يزورها، ويعني كل ده عشان نوري الدول الافريقية ماذا التعنت الاثيوبي والبجاحة اللي وصلت ليها اثيوبيا، والبيانات اللي بتقوم باصدارها يعني من سخرية من الجانب المصري السوداني، وتقول انها يعني عاوزة تواصل مفاوضات، وان مصر والسودان هما اللي بيتعنتوا. هذا الامر غير صحيح ولن نقبله ابدا. ننتقل لخبر اخر معانا، وبيان هام جدا من الجيش الامريكي لمصر ننشر الان لحضراتكم بالتفاصيل. مدير الشؤون الاستراتيجية والخطط والسياسات بالقيادة المركزية اعلن عن تقديره لما قدمته هيئة قناة السويس لضمان عبور حاملة الطائرات الأمريكية إيزنهاور. وأكد بندكت على ثقته فيما تحمله الرؤية المستقبلية المصرية لتطوير المجرى الملاحي لقناة السويس والمنطقة المحيطة من فرص واعدة للاستفادة من هذا الشريان الحيوي العالمي، والحفاظ على قناة السويس آمنة، وذلك في ظل ما تحظى به من إدارة واعية وتأمين من قبل قوات المسلحة المصرية. يعني هذه شهادة جيدة من الجانب الأمريكي وخصوصا من الجيش الأمريكي. وأوضح رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع حرص الهيئة على ضمان حرية الملاحة بقناة السويس لكافة السفن العابرة وتوفير التأمين الملاحي اللازم من خلال ما تحظى به الهيئة من مرشدين أكفاء وبنية تحتية من جرارات ومحطات لمراقبة الملاحة ومناطق مزدوجة لزيادة عامل الأمان الملاحي، علاوة على التأمين العسكري من خلال الجيش المصري وقوات الأمن الداخلي وهي الداخلية المصرية. ومن جانبه نقل اللواء سكوت بندكت الجنرال ماكنزي قائد القيادة المركزية الأمريكية التهنئة بنجاح هيئة قناة السويس في تعويم السفينة البنمية في وقت قياسي، وشيد بالجهود الهيئة لتحقيق هذا الإنجاز الهام في ظل الظروف لهذا الحادث الاستثنائي الذي أكد على أهمية قناة السويس للعالم أجمع، وأثبت كفاءة وقدرة الإدارة المصرية لإدارة هذا الشريان الحيوي. المصدر معانا كان من RT، ويعني هذه شهادة جميلة جدا من الجانب الأمريكي وخصوصا من الجيش الأمريكي، فهذا يعني شيء جميل جدا. وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل لخبر آخر معانا وللأسف في منتهى الخطورة. تحرك عاجل في مصر بعد نشر فيديو لطفل يقود
قطارا. كشفت وزارة الداخلية المصرية ملابسات نشر مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأطفال جالسا على مقعد القيادة داخل كابينة أحد القطارات في كفر الشيخ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. وزارة الداخلية أعلنت في بيان لها في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم نشره على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي في فيسبوك بشأن مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأطفال يجلس على مقعد السائق داخل كابينة القيادة بأحد القطارات، وبجانبه شخص آخر يقوم بتصويره، والصياح بأن القطار سيتوقف، وبدت حالة من الهلع داخل الكابينة. وأضافت: تبين بالفحص أن مقطع الفيديو المشار إليه قديم، تم تصويره عام 2018 داخل القطار المتجه من محطة كفر الشيخ إلى محطة قلين. كما توصلت التحريات إلى أن الذي كان متواجدا داخل كابينة القطار شخصين، بعد تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما قررا أنهما كانا متواجدين داخل كابينة الجرار الخلفي الاحتياطي غير المستخدم، وأنهما قاما بتصوير هذا الفيديو على سبيل الدعابة، وأن الذي قام بنشر هذا الفيديو صديق لهما وتم ضبطه، وقرر أنه قام بوضع الفيديو على تطبيق الواتساب، وأنه فوجئ بنشره على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. المصدر معانا كان من أخبار اليوم. يعني طبعا شيء خطير جدا أن طفل، يعني لو إحنا افترضنا أن طفل يقوم بقيادة القطار، فهذا الأمر يعني خطير جدا. ولكن كما ذكرت لحضراتكم، الفيديو يرجع لعام 2018، وهم كانوا في الكابينة الخلفية للقطار وليست الكابينة الأمامية يعني المسؤولة عن قيادة القطار. فإذا يعني نتمنى أن يبقى في رقابة شديدة على هذا الأمر، لأن ده يتعلق بحياة مئات الأشخاص. يعني نتمنى بإذن الله المزيد من الرقابة الشديدة وتشريع قوانين صارمة لكبح هذه التصرفات. ننتهي لخبر آخر معانا وعاجل ننشر لحضراتكم آخر كلمات ضابط مصري خائن بعد تسهيله عملية اغتيال صديقه. نشرت وسائل إعلام مصرية آخر كلمات الضابط المصري الخائن محمد عويس، الذي رصد تحركات صديقه الضابط محمد مبروك لتسهيل عملية اغتياله. وجاء نشر كلمات عويس مع تصدر مسلسل الاختيار 2 في مصر محركات البحث، وذلك بعد عرض الحلقة 8 من المسلسل، والتي كشفت عن مساعدة محمد عويس لجماعة الإخوان في رصد تحركات صديقه محمد مبروك لاغتياله. وتداول نشطاء تويتر آخر ما نشره عويس عبر صفحته الخاصة لموقع فيسبوك، والتي زعم بها أنه حزين على وفاة صديقه الشهيد محمد مبروك بعد اغتياله من جماعة الإخوان، وقال: حسبي الله ونعم الوكيل، الإرهاب لا دين له، الإسلام بريء منكم، يا حبيبي يا مبروك، يا صديقي وأخي ورفيق الحياة، لا نزكيك على الله ولكن نحتسبك من الشهداء. طبعا يعني كلمات من ما اقدرش اقول غير انه تعبان، يعني قتل القتيل ومشي في جنازته، يعني حسبي الله ونعم الوكيل فيه. وكانت قد ذكرت التحقيقات في القضية الشهيرة باسم أنصار بيت المقدس، والتي تحمل رقم 25 لسنة 2014 جنايات أمن الدولة العليا، بأن عويس كان من الأصدقاء المقربين من محمد مبروك، كما أنه كان يستغل هذه الصداقة بمد العناصر التابعة لتنظيم بيت المقدس وجماعة الإخوان بمعلومات عن الضابط محمد مبروك، والتي من خلالها سهلت الطريق لاغتياله. وكان قد أصدر النائب العام المصري هشام بركات قرارا بإحالة عويس مع 207 شخصا آخر للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات أمن الدولة. وكانت محكمة جنايات أمن الدولة العليا قد قضت بإعدام عويس و36 آخرين، على رأسهم هشام عشماوي وآخرين من العناصر التكفيرية. المصدر معانا كان من الوطن المصرية. طبعا يعني نجد مثال زي محمد عويس ده، شخص يعني خائن لدينه وخائن لوطنه وخائن لصديقه، يعني كل معاني الخيانة فيه شيء طبعا يعني كريه جدا. شخص زي محمد عويس ده شخص يعني كريه، والحمد لله يعني تم الحكم عليه بالإعدام وحسابه عند ربنا عسير.
جينا لنهاية نشرة الأخبار. كان معكم العبد الله الفقير إسلام الأمير من قناتكم مصر ميديا اي بي وصفحتكم بنفس الاسم على الفيسبوك إسلام الأمير مصر ميديا اي بي. إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.